أو درس في علوم القرآن يسبق درس التفسير أو يكون معه، ولا يكون هذا الدرس تكميليا كما يحصل أنه 5 أيام هناك دروس وفي اليومين يومي التعطيل يكون عندنا درس في القرآن. ينبغي أن يكون هناك درس رئيسي في كتاب الله تعالى، وهذا ما يشكل رحمة كبرى ونعمة عظمى ينزلها الباري تعالى على من يوفق لذلك، وهذا ما أتمناه من كل الطلبة. أنا إذا وفقت لذلك سيكون أول عمل أقوم به أن يكون هنالك درس قرآني دائم، ولا أدعي أنني أعلم شيئا فوق المعروف بين الناس، لكن أتمنى من نفسي ومن إخواني أن نبذل جهدا كبيرا في هذا الشأن. وثقوا أيها الإخوة أيها الطلبة، وهذه كلمة سمعتها من أحد العلماء يقول: عندما نبتعد عن القرآن لا نستطيع أن نفهم ما في القرآن، لكن عندما نقترب ونقرأ طبعا مع الإخلاص وطلب الهداية من الله تعالى تجدون كثيرا من المعاني الجليلة المتراكبة والمتتابعة تأتي أمام الإنسان من خلال قراءة القرآن الكريم، خصوصا من وفق لقراءة القرآن منفردا وفي الليل. فهذا الأمر يشكل مرتكز تصحيح في وضعنا كله، وضعنا الدراسي، وضعنا الحوزوي، ووضعنا الاجتماعي كأمة. وأيضا سيكون القرآن منطلق لجمع الكلمة. الابتعاد عن كتاب الله تعالى هو الذي يؤدي إلى الشتات بكل أشكال هذا الشتات المؤلم الذي يعيشه أبناء أمة الإسلام. هذه الملاحظات هي استفادة من الوقت بمحضر الأخوة الأجلاء والأعزاء، ومحاولات لكي تكون بدايات الاهتمام نابعة بشكل عملي إن شاء الله تعالى، وعلى أساس الدراسة الحوزوية التي نأمل أن تكون في مراحلها الحالية والمستقبلية مستندة إلى كتاب الله وسنة رسوله وسيرة وسنة الأئمة الهداة المهديين من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. أحسن الله لكم. من يفيدنا ويفيد الأخوة بشيء فليتفضل. بل يتفضل شيخنا. الله يعزك. أنا كان عندي كتاب للشيعة المستجارة وفي نقد عقائد الشيعة، هو يترجم على كل عقائد الشيعة. لما يوصل للخمس يقول لقد أجاد أئمة الشيعة في جعل خمس 4 المكاتب صحيح. اللي خلاهم يصيرون مستقلين ولا يكونون ديون للسلاطين، بينما احنا بقى علمانا ديون للسلاطين. يعني هو هو بهالنقطة مدى يحبذ أو يصحح القضية من الناحية الاستنباطية الفقهية، إنما يصححها من الناحية الاجتماعية والعملية. وكثير من علماء المسلمين يقولون الشيعة مرتكز القوة عندهم استقلالهم المالي، لأنهم لم يرتبطوا بالسلطات بسبب وجود تشريع الخمس. لكن أيضا احنا حتى نكون غير مغرين بمديح البعيدين، يجب أن نعترف بوجود أزمة في موضوع الخمس عندنا في داخل مجتمعنا. يعني خلينا نقول استحصالا وتوزيعا، هذا لم يكن يعالج، أليس كذلك لو شيخنا ميرا العلاج؟ إذا زين من عالجه؟ حضرت مرة كان جلس للمرحوم آية الله صادق اللي عنده اسمه تفسير، هاي اللي عنده شارع باسمه الشيخ محمد الصادق الطهراني. بلي بلي. كان ذيك الفترة حي، فقال إنه هو قال أنا اعترضت على السيد الخوي، قلت له ليش ما تدرسون القرآن بالحزر؟
فقال لي احنا عندنا درس قران، قلت له متى؟ قال يوم الخميس. فيقول انا شكلت عليه، قلت له يوم الخميس ما غسل جنابه. طبعا السيد كان عنده كلام، لكن تعليقا على هذا الموضوع، كثير من الثقات ينقلون عن السيد الخوئي رحمه الله أنه في الفترة الأخيرة 10 سنوات أو الأكثر من عمره كان بالغ الاهتمام بموضوع القرآن وبالغ التألم أنه لم يهتم بهذا الموضوع منذ البدايات. حتى أحد الأشخاص يجزم يعني ما أدري العهد عليه، يقول كان المصحف شايله بجيبه في كل لحظة فراغ، حتى بالسيارة يفتحها يقوم يقرأ ويتابع. يعني هذه نقطة يجب أن يشار إليها. بلي سيدنا العفو. من الأحاديث المروية للنبي الأكرم صلوات الله وسلامه عليه يقول: ليس منا من لم يقرأ في اليوم والليلة 50 آية. أحسنت. فقام له أحد المخطوفين، قال له: يا رسول الله، أنا شمول في هذا الكلام؟ قال: نعم. قال: وكيف؟ أنا لا أرى يا رسول الله. قال: ادنوا مني. فعندما دنا هذا الرجل إلى النبي صلى الله عليه وآله، فقام يشرح له النبي صلى الله عليه وآله، قال: اعلم يا هذا، امسك القرآن. وفتح القرآن وقال: ضع إيشانا في هذه الورقة ثم أطبق القرآن وضعه في البيت، وفي اليوم الثاني افتح القرآن وأخرج هذا الإيشان في ورقة أخرى آتية بعد الورقة الأولى، وهكذا إلى أن تكمل القرآن فيحسب لك ختمة. فيستنتج من هذا الكلام أن النبي صلى الله عليه وآله يريد أن لا يجعل بيننا وبين القرآن فجوة. صحيح. بعد من الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وآله يقول: إن القلب ليفزع فجلاؤه قراءة القرآن وذكر الموت أو زيارة القبور. أتاني ذات يوم يا شيخنا الأجل رجل يعيش ضائقة نفسية، وقال لي: سيدنا، أنا منذ يومين أضرب زوجتي وأضرب أطفالي ولا يوجد عندي حال في أن أرد السلام وأسلم على الناس، لا أعرف ماذا. قلت له: كم يوم لك لم تقرأ القرآن؟ قال: وكيف علمت يا سيدنا؟ قال: قلت له: أنت لم تسأل بائع خضرة أو نفاق يبيع النار، سألت رجل روحاني، وأنا علاقتي في الروح ليس في البدن. القرآن يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هذا الضنك في صدرك في قلبك هو آتي نتيجة الإدبار، عندك مرض إدباري عن القرآن الكريم، وعلى هذا أنت تبدأ تضرب الزوجة وتضرب الأطفال ولا يصح لك السلام وتكره الناس. قال: وكيف أصنع وماذا؟ قال: قلت له: اذهب إلى البيت وأقفل الغرفة وأقرأ ساعتين من القرآن أو ساعة واحدة. وفعلا بعد ساعة أو ساعتين أتاني وهو مبتسم ومبتشر ومبسوط السريرة، وقال: أنا قبلت يد زوجتي وأطفالي وجيراني والآن أنا مرتاح البال. قلت له: لأن القلب له أقفال، فعندما يقفل لا تستطيع أن تصنع شيء. فالقرآن الكريم مولانا هو واقعا خير دلالة إلينا، وهو كذلك طب نفسي وروحاني لنا ولكل البشر. أحسنت. وجزاكم الله خير. أحسنت سيدنا. بلي شيخنا. أولا هنالك اعتراض شديد وفي محله على حصر الاستنباط بالآيات الخمسمائة. هنالك استنباطات أخرى يمكن أن تتم من آيات أخرى، وهذا بحث موجود يعني مكتوب فيه، وهناك من فصل فيه. لكن في كل الأحوال القرآن كله يجب أن يقرأ، لأنه أولا إزالة الصدى عن القلوب لكي تتلقى الوحي
وتتلقى هداية الباري تعالى. يجب أن يكون هذا في كتاب الله تعالى، في كل الكتاب من البداية للنهاية. يعني قل هو الله أحد ما بيها تشريع، لكن عليكم السلام سيدنا أهلا وسلم فيها عقيدة، لكن كم لها أثر في النفس. الإمام علي عليه السلام أرسل في دورية من المؤمنين والمسلمين، ف يعني في سرية، فمن رجع سأل النبي صلى الله عليه وآله، كان يسأل المسلمين بعد العودة من السرايا، ومن جملة ما يسألهم عن أميرهم، فقالوا نعم الأمير يا رسول الله، إلا أنه لا يقرأ في القرآن إلا قل هو الله أحد، كأنه هي أثناء الحركة لا مجال. فالآية فناداه وسأله لما تقرأ بها يا علي، قال سلام الله عليه، قال أقرأ بها لأنني أحبها يا رسول الله، فقال له إن الله يحبك لحبك إياها. الإمام الصادق عليه السلام، القرآن هناك مسائل يعني حاسمة في التوضيح، خصوصا عندما وردت روايات أهل البيت فيها. مثلا بعض الأخوة يألف كتاب في العقيدة أو في التوحيد يصير 5 مجلدات، يعني من يقرأ كتاب 5 مجلدات في التوحيد؟ الفلاح، لو العامل، لو سائق السيارة، لو المكاري، وبعدين سعر يصير غالي، وبعدين تطلع بها أخطاء طباعية. فالإمام الصادق عليه السلام يسأل عن هذا، ماذا يكفي في التوحيد؟ فيقول عليه السلام اقرأ قل هو الله أحد واعتقد بها. هسه واحد يريد يستزيد لا بأس، يريد يناقش الفلاسفة، هذا شيء علم خاص. نحن نقول ماذا سنسأل عنه يوم القيامة؟ التوحيد، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، كلام بين واضح سلس وله أثر. يعني الإشارة اللي يقولها السيد الله يحفظه، قراءة القرآن محسوس جدا، أنا اللي إن شاء الله الأخوة كلهم متحسسين، يعني ما أتوقع أحد متحسس هذا، كأنها غسيل للقلوب. عندما تقرأ القرآن خصوصا في أول شهر رمضان قلنا نقرأ أزيد، أو مناسبات قرأنا أزيد، تحس أن هنالك غسيل قد حصل للنفس من الأدران المتراكمة. طبعا النفس عندما تكون نقية انعكاسات الإرادة الربانية ستكون فيها أوضح. لهذا القرآن لا يكفي أن تقرأ منه 500 آية أحكام، هذا يصير مثل التشريعات الجامدة، بينما الأصل أن التشريع يؤخذ بروح القرآن الكلية الذي هو عبارة عن الارتباط بين الإنسان وبين الله تعالى. حسن الله رب. شيخنا العزيز، ما أنت مسكتم بهما. نعم. أحسنتم. هذا واضح، يعني الرسول صلى الله عليه وآله بعث بالقرآن معجزة وعقيدة وشريعة. أحسنت. لكن لم يذكر في القرآن كل تفصيلات التشريع، يجب أن تؤخذ من رسول الله صلى الله عليه وآله. الله تعالى أمر بالصلاة، لكن أوقاتها، أعدادها، كلها في السنة. وبعد رسول الله صلى الله عليه وآله، أنا أشرت بشكل واضح إلى أنه القرآن مو فقط في زمن رسول الله، إنما
ما بعده إلى قيام الساعة، هو أن يكون بيننا حاضرا. وشرط الهداية فيه بالتمسك به وبالأئمة الهداة المهديين، لأن قول النبي واضح أنه التمسك بهما هو الذي ينقذ من الضلالة. أما لو تمسك أحد بالقرآن فقط كما يزعم، وهذا غير صحيح طبعا وغير مقبول، هذا لا يصح. أو كما يقول البعض التمسك بالعترة أو يبالغ ويقول أن حبهم يكفي فقط، هذا أيضا مردود وغير صحيح. إنما الحق أن القرآن يشير إلى العترة، والعترة تشير إلى القرآن وتدعو إليه. هذا الجمع بينهما هو المنقذ، المنقذ من الضلالة كما يقولون. بالنسبة للمناهج الدراسية، نعم، يعني مثلا في المقدمة خلينا كذا نحكي، مو كان ما الطالب يحفظ مثلا بيت من الشعر وجوز يكون أموي مثلا، أو دام عقيدة أموية مثل بنونا بنو أبنائنا وبناتنا، فخلي يحفظها في الشاهد القرآني، لو هيش تصير المناهج الدراسية من البداية أفضل ما بعدين يشيب وبعدين يقول له تعال ارجع. أيوة، ما يقدر يحفظ يعني، صحيح. طبعا نقطة مهمة جدا ذكرتني بها، أفضل كتاب، هاي أخذوها نصيحة تجربة وتأكيد لمسألة الشاهد القرآني، أفضل كتاب في تفسير علوم العربية في النحو يعني في قواعد النحو هو كتاب ابن هشام، الذي هو شنو؟ لا 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 لا، قطر الندى في اللغة العربية صحيح، لكن ليس هو المقصود. كتاب شرح شذور الذهب. شذور الذهب هو إلى لابن هشام، وموجود ومطبوع تقريبا، وشرحه أيضا لابن هشام. هذا الكتاب روعته أن شواهده قرآنية، ويناقش الآيات القرآنية التي تبدو على غير القواعد النحوية، يناقشها نحويا ويفسرها ويستدل بها. وكتاب قيم ورائع جدا، أنا يعني أفضله. الآن احنا تقريبا عندنا في المدرسة طوال هذه المدة ندرس هذا الكتاب، شرح شذور الذهب لابن هشام، لهذا السبب الذي أشار عليه الشيخ جليل. بلي شيخنا عزكم الله، عزكم الله شيخنا. لا ليس كذلك. معناه هذا المعارضة والتعارض بالنص، يعني هو اللي يعتبره اجتهاد الإمام أو شنو؟ لا لا، ما ورد عن الإمام أو عن النبي صلى الله عليه وآله لا يمكن أن يخالف نص القرآن الكريم، إنما ما يقال أنه وارد وينسب يمكن معرفة صحة وروده لتطابقه مع القرآن كما أمرنا الأئمة عليهم السلام. لو أن الرسول صلى الله عليه وآله قال شيئا فحتما هو سيكون منسجما وموافقا لكتاب الله، وكذلك الأئمة عليهم السلام. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام شيخنا، السلام مرحبا. لكن الأئمة قالوا ما جاءكم من حديث فاعرضوه على كتاب الله، حتى نعرف فعلا إذا كان يخالف، يعني الأئمة لم يقولوه. وإذا ظهر منه خلاف يمكن تفسيره، علينا أن نبذل جهدا لفهم الحديث الوارد بحيث لا يكون معارضا لظاهر كتاب الله. بسم الله. أنا شيخنا عزكم الله، شيخنا العزيز، تقبل الله أعمالكم مأجورين إن شاء الله، ويغفر الله لنا ولكم جميعا إن شاء الله. تقبل الله أعمالكم ونسألكم الدعاء.